السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعض تاني محاضرة في الويلدنج تكنولوجي. تمام، احنا اخر حاجة خدناها المحاضرة اللي فاتت اللي هي كانت الجداول. نرجع كده مع بعض اللي اخدناه. اخدنا انترودكشن عن الويلدنج از توتال، وبعد كده اخدنا السماو، بعد كده الفكاو والجماو والجتاو. تمام، دول مهمين جدا، اللي هما الاربع بروسيس اللي احنا اتكلمنا عنها. هنبدا ان شاء الله المحاضره النهارده ناخد السبمرجد ارك ويلدنج، تمام، او زي ما بيطلق عليه الساو. هنبص هنا في الفيجر ده اللي مبين الموضوع كويس جدا. الساو بيختلف عن الطرق اللي فاتت كلها في ايه، في ان الفيلر ميتال هنا، تمام، على هيئة سوليد وبينزل من نوزل كده. انما الفلكس بيكون سراوندنج، بيتحط من بره. تمام كده، يعني ايه؟ يعني لو هو كود في قلب الفيلر ميتال، ولا هو ملفوف حواليه زي السماء، هو الفلكس بيجي من بره خالص وبيتحط على ايه، على طول الباص اللي انا هلحمه. تمام، عشان كده هم سموه سبمرجد. ليه؟ لان كمية الفلكس اللي بتكون موجودة هنا بتكون كتيرة جدا، بتخلي الارك مطفي ومش باين خالص. يعني الاوبريتور او الويلدر اللي بيكون شغال ما بيكونش شايف الارك تماما، وده برضو يعتبر عيب، عشان هو ما مش هيقدر يشوف اي مشكلة عنده غير لما يخلص الباص. تمام، نبص كده على الشكل واحدة واحدة. ده كده البيز ميتال خلاص بدأ هنا ايه، اللي هو الاسود ده اللي هو الفلكس، حط الفلكس على طول البص ما يلحم، وبدأ من هنا كده وبدأ ايه الولد بتاعه. طبعا السلكة بتنصهر وبتعمل فيوجن ما بين البيز ميتال في المنطقة دي، وبتبتدي ان هم كونتاكت مع بعض ويتلحموا، والفلكس اللي بيتحرق بيطلع فوق هنا كده ايه، في النص كده على هيئة سلام. طبعا في فلكس ما بيتحرقش، يعني كمية كتيرة جدا، بيطلع على هيئة فلكس فوق خالص هنا كده، يعني ترتيب كده بيز ميتال الديبوزيت ميتال، تمام، او الويلد بول فوق هنا السلاج اللي هو اتحول خلاص اتحرق عندي. ده طبعا بشيله زي ما اتعودنا وزي ما عرفنا، فوق خالص اللي هو الباقي من الفلاكس، وده برجع بعيد استخدامه تاني. تمام، برجع ألمه تاني كله وبعيد استخدامه. بيبقى فيه هوبر كبير محطوط فيه الفلاكس، تمام، وبينزل معايا ايه، ممكن اخليه ينزل قدامي وانا شغال، او ممكن احطه على طول اللاين وبعد كده ابدا ايا يبقى. خلاص تمام، نرجع تاني بس للصورة اللي هي كانت في الاول مبينة ايه الموضوع. تمام، هنا هو فوق ده الهوبر اللي فيه الفلكس، نازل هنا كده في تيوب. التيوب دي بترمي فلكس قدام اللحام على طول، قدام خط اللحام زي ما شايفين. دي بايب، تمام، البايب دي بتدور معايا. تمام، يعني هنا المكنة هنا ستيج ثابتة، والبايب تحت هي اللي بتدور. ليه؟ عشان الميثود دي او البروسيس دي مش بتلحم غير في الفلات بوزيشن. اوكي، لان طبعا صعب في اي بوزيشن غير كده ان الفلاتس ده يثبت وما يقعش. في بعض الاحيان طبعا ناس بيلحموا بيه الهوريزنتال، بس طبعا ده قليل جدا، وده بيكون صعب ان انت تعمل كنترول ان الفلكس ما ايه ما يقعش من على خط اللحام. اوكي، عشان بس الناس تبقى متخيله الشكل. نقول تاني، ادي الهوبر في الفلكس بينزل معايا هنا، التيوب دي بتلف او البايب دي بتلف، تمام، خط اللحام بتلحم كده على طول. اي كميه بتفضل عندي بلمها تاني واحطها في ايه، في الهوبر، وارجع اعيد استخدامها تاني. طبعا سلكه اللحام نفسها في الميتال اللي هي ايه سوليد واير، وجاي هنا ايه من البكرة دي بتنزل معايا على طول ايه كونتينوس. تمام، الطريقة دي طبعا زي ما احنا شايفين كده صعب جدا جدا ان هي تشتغل في السايت، يبقى اما لازم مصنع او ورك شوب. تمام، عشان خاطر ايه، الا في بعض الاحيان برضو دي بسيطة جدا على هيئة كراكترز كده بتلحم ارضيات التنكات. تمام، ناخد بقى الكلاسيفيكيشن بتاع سلكه اللحام. بس هنا عشان سلكه اللحام لوحديها والفلكس لوحديها، فلازم طبعا الكلاسيفيكيشن او السبيسيفيكيشن بتاعتي تكون منقسمه لتو بارتس،
اول حاجه دي خاصه بالفيلر ميتال، لان انا ممكن اجيب الفيلر ميتال من مصنع تاني او من شركه تانية غير الشركه بتاع سلكه اللحام. سلكه اللحام ليها تصنيف لوحديها والفيلر ميتال ليه تصنيف لوحديه. تمام. طيب الاف طبعا دي شير الفلكس، او الاس دي بتاع التنسايل سترينث اللي عندي، اوكي، ودي مضروبه في 10,000، اوكي، يعني مثلا 7 يبقى 70 دي اس ار. الاكس الاولانيه دي بتتكلم عن الهيت تريتمنت الكونديشن بتاعتها، والكونديشن بتاع الهيت تريتمنت هم حرفين، يا اما A يا اما B. A اللي هو از ويلد، وبي اللي هو بوست ويلد هيت تريتمنت، ان انا هعمل معالجه حراريه بعد ما اخلص اللحام. تمام، بيعرفك الكونديشن بتاعت الهيت تريتمنت. تمام. اخر اكس عندي دي الامباكت تيست تمبريتشر، وده تيست بيحصل على درجات حراره منخفضه جدا، وده بيكون خاص بايه بالمانيفاكتشرير نفسه. اوكي كده، ده اول شق في التصنيف اللي هو الشق الخاص بالفيلر ميتال. نيجي للشق الخاص بالالكترود او السوليد واير زي ما شفنا. ايه طبعا ريفير تو الكترود، او الاكس عندي دي بتعرف الالكترود كلاسيفيكيشن من ناحيه نسبه المنجنيز اللي فيه. تمام، هو يديك ثلاث حروف، ثلاث لتر، زي اما ال يا اما ام يا اما اتش. تمام، ال فور لو، ام فور ميديوم، اتش فور هاي، وهيكتب لك جنبيها اللي هي ايه الاتنين اكس دول، هيكتب لك من 8 ل 16، دي اللي هي اللي ايه الكيميكال كيمستري اللي هي برضو تعود على ام. يعني مثلا لو انا معايا هنا اي ال 16 معناها ايه؟ معناها ان ده الكترود ال فور لو 16، دي ايه البرسنتج بتاع المنجنيز اللي معايا. تمام، ادي شكل المعده تاني او الماكينه. تمام، زي ما شفنا برضو ادي السوليد واير بينزل هنا، وفي هنا هوبر نازل بيبتدي ان هو ايه ينزل لي الفلكس. تمام، قدام الارك. اوكي، طيب الموضوع ناخد بقى ايه المميزات بتاعة الطريقة دي. اول حاجة عندي هاي ديبوزيشن ريت، طبعا دي زي ما شايفين كده ان المكان ستيبل، تعمل كميات كبيرة جدا معايا، وبيستخدموها بشوفها دايما بيستخدموها الناس اللي هم بيشتغلوا في الستيل ستراكشر، اللي هي الكاميرات اللي هي الاي بيم والكلام اللي زي كده. تبقى الكاميرات دي طويلة جدا، ممكن كاميرا مثلا طولها فوق ال 20 متر ولا حاجة، فطبعا ايه لازم تبقى حاجة ميكانيزد كده تقدر تلحم المسافات الطويلة دي. تمام، تاني حاجة دي البنتريشن، البنتريشن بتاعها كويس جدا. تالت حاجة ميكانيزد بروسيس زي ما قلت، وزي ما احنا شفنا كده الموضوع ايه كله ميكانيزد. تمام، الا اذا الاوبريتور نفسه هو عايز يحط الفلكس مانيو. خلاص، رقم 4 هاند هيلد بروسيس، زي ما اتكلمنا ان ايه برضو العامل البشري يقدر يتحكم فيها، يقدر ان هو يضيف فلكس او يشيل فلكس او ايا كان. رقم 5 يقول لك جود فور اوفرلي في لارج ارياز، زي ما اتكلمنا ان هي بتجيب ارياز كبيره جدا، والحته بتاع ارياز دي هتكلم لكم عنها ايه بشكل كده ايه ابين لكم ليه الاريا مش لاين. زي ما قلت لكم من شويه ان هو ممكن يلحم بيها اللي هي الكاميرات الطويله جدا او الحاجات اللي المسافات بتاعتها كبير. اريا دي بقى ليه؟ اريا دي عشان هم بداوا او استخدموا الطريقه دي ان هم يعملوا بيها الكلادنج. ايه هو الكلادنج ده؟ الناس ما تعرفوش، عباره عن شيت من الكربون ستيل. تمام، مبطن او مغطى بشيت من الستانلس ستيل. يعني انا لو عاوز اعمل مثلا عندي بريشر فيسل او تانك كده صغير او اي حاجه، وعايز اعمله من ماده طبعا تبقى ايه انتي كوروجن، او ان هي ايه تقاوم الكوروجن. فطبعا لو عملت التانك كله من الستانلس ستيل ده طبعا تكلفه عاليه جدا على المانيفاكتشرير، فهم ابتدوا يعملوا ايه، ابتدوا يجيبوا ايه، خلوا التانك من بره كله كاربون ستيل عادي، ويجوا الطبقه اللير اللي جوه دي اللي هي مقابله للفلويد اللي عندي، يبتدوا ان هم يعملوها من الستانلس ستيل. تمام، هم بقى بداوا يستخدموا الطريقه دي في ان هم يكونتاكت التو شيتس دول ببعض. تمام، اوكي، طبعا معظم برضه عشان تبقوا عارفين الشيتس دي بيلزقوها ببعض بال ايه بالسولدرنج او بالبريزنج اكتر من الويلدنج، بس دي برضه تنفع معانا في الموضوع ده. اوكي، اخر حاجه عندي اللي هي الهاي اوبريتور، ابيل ان هو بتدي ايه اوبريتور عندي
يكون عنده ان هو يقدر ايه يرجع الفلاكس تاني ويستخدمه في الموضوع ايه معاد استخدامه. الليميتيشنز بقى بتاعت البروسيس دي زي ما قلنا اخطر عيب او اكتر عيب فيها ان هي فلات اور هوريزنتال بس، تمام؟ طبعا فلات اكتر، هوريزنتال دي على نطاق ضيق. طبعا زي ما شفنا ان ايه صعب ان انا اثبت الفلاكس في اي وضع غير الفلات. رقم اتنين ان هي تاخد وقت كتير في السيت اب بتاعها. اوكي، شفت انتوا المكنه والهوبر وان انا اظبط البوزيشن بتاعها، فطبعا عشان ابدا بس ستارت طبعا هياخد عندي الموضوع وقت كتير، تمام؟ بس طبعا ده مع المسافات الطويله بيدي انتاجيه عاليه، جاست بس هو في السيت اب تايم بس، تمام. رقم ثلاثة needs positioning equipment، الماكينة نفسها عشان اثبتها في مكان واحطها واظبطها طبعا ده هياخد ايه معايا ايه وقت. رقم اربعة قال لك ان الارك مش visible بالنسبة للاوبريتور، اللي اتكلمت عنها ان دي من اخطر عيوب البروسيس دي، ان الاوبريتور او الويلدر نفسه ما بيكونش قادر يشوف الارك. طبعا لو حصل عنده اي مشكلة مش هيقدر يكتشفها الا بعد ما يخلص ايه الباس كود، تمام. اخر حاجة ان انت ايه لازم تشيل السلاج، عشان لو مشيتش السلاج هيحصل عندك ايه زي ما اتكلمنا قبل كده سلاج انكلوجن، تمام. ايه هي الديسكونيوتيز اللي انا ممكن اكتشفها او ممكن تتسبب لي بسبب الطريقة دي؟ اول حاجة عندي جروف الاينمنت، يعني ممكن يحصل عندي الاينمنت في التو بارتس نفسها، يعني يكون بارت اعلى من بارت او بارت اقل من بارت. طبعا انا ليه مش بقدر اكتشف الموضوع ده وانا بلحم؟ عشان زي ما قلت لكم ايه موضوع ان الارك ايه مغمور، ما بقدرش احدد الا لما اخلص اول باص بعد كده ابتدي اوص. رقم اتنين سلاج انكلوجن زي ما قلنا، عشان اي حاجه فيها فلاكس من الوارد انه يكون فيها سلاج الا اذا وريته القام ان هو ايه نظف السلاج ده كويس. رقم ثلاثة البروستي، تمام. رقم البروستي ده معظم الطريقة دي بالذات معظم ان هو بيظهر عندي عشان خاطر الفلاكس نفسه بيكون فيه رطوبة او تخزين الفلاكس نفسه ما بيكونش كويس، تمام. رقم اربعة incomplete fusion، الكهرباء مش متظبطة. رقم خمسة ودي مهمة جدا اللي هي الكراكنج، بيحصل كراك هنا بس according او نتيجة لايه؟ نتيجة لل W D ratio، تمام. هنبص كده في جراف بيقول الموضوع ده كويس. بص هنا الويدث والدبس في الصورة اللي على الشمال دي أول واحدة، يعني في تناسب ما بينهم كويس، فهنا ما يحصلش عندي شرينكج وبالتالي مش هيحصل عندي أي كراكس. إنما هنا في الصورة اللي على اليمين عندي الدبس كبير جدا بالنسبة للويدث، فالريشيو هنا مش متكافئة، فطبعا على طول هيحصل عندي شرينكج هيسبب ان يحصل عندي ايه كراك، وده طبعا ايه عيب خطير جدا. الكراك في معظم الاكواد حتى ما بيكونش ليه ايه ليميتيشن للقبول والرفض، بيترفض على طول. طيب كده دي اخر طريقة انا بعتبرها اخر طريقة في عائلة الارك ويلدنج. طبعا في البلازما، بس البلازما في ناس تقول ان هي تبع الارك ويلدنج وفي ناس تقول لا هي مش تبع الارك ويلدنج، وهنتكلم عنها ليه دول بيقولوا كده ودول بيقولوا كده، بس ايه انا ما بعتبرهاش ان هي تبع عائله الارك، تمام. كده احنا خلصنا الارك ويلدنج فاميلي كلها، فهبتدي ان انا ايه في فيجر كده بسيط الشارت اللي جاي ده هبتدي ان انا ايه الخص لك الماكينات نفسها او الاكويبمنتس بتشتغل ازاي او طريقه عملها ازاي، تمام. نوع الكهربيه في كل ماشين عندي بيقول لك هي حاجه من الاثنين، يا اما كونستنت كارنت دروبنج فولتج يا اما كونستنت فولتج، تمام. تعال نمسك اول حاجه اللي هو الكونستنت كارنت دروبنج فولتج، دي موجوده عندي في السماو وفي الجتاو وفي الساو، بس الساو مش في كل الساو، الساو منقسم عندي حاجتين خليها للاخر، خلينا نتكلم في السماو والجتاو الاول، تمام. في السماو والجتاو زي ما اتكلمنا قبل كده ان المكنة عندي بتبدأ بفولت عالي جدا ممكن 90 او 80 عشان تعمل انيشيشن للارك، وبعد كده بيحصل ايه دروبنج للفولتج يثبت عندي عند 30 مثلا او 32 ايا كان، وابتدي ان انا ايه اتحكم في الكرنت، عشان كده الكرنت كونستانت عندي انا بظبطه مثلا على 200 220 150 ايا يكن، انا بظبطه وبيفضل ثابت على كده خلاص.
فهمنا حته الدروبنج فولتج دي جايه منين. جايه من ان انا ببدا بالمكنه لوحديها بتبدا بفولت عالي جدا عشان خاطر ايه، تعمل انيشيشن للارك وبعد كده بتكمل تنزل يحصل دروب للفولتج. تمام. تاني نوع اللي هو الكونستانت فولتج. تمام. النوع ده بيعمل حاجه اسمها سيلف بوتنشال ريجوليشن. ايه السيلف بوتنشال ريجوليشن ده؟ ان المكنه نفسها بتفكر ازاي، انت لو عطيت للمكنه بعدت ايدك شويه عن الويلد بول هتبتدي ان المكنه تضخ كميه فيلر ميتال كتيره معاك عشان تعوض ايه، تثبت عند الفولت. تمام. انا بظبط الفولت مثلا بظبطه على 30 وخلاص، على كده مش بتحكم في حاجه تاني. انت لو بعدت ايدك كده شويه هتلاقي المكنه ايه بتضخ سلك كتير عشان خاطر ايه، تعوض الموضوع ده. لو قربت ايدك هتلاقي ايه، الماكينه نفسها فهمت وقللت الريت بتاع الفيلر ميتال عشان خاطر تعمل عندي ايه، الفولت ثابت. تمام. دي زي ما اتكلمنا عن ان المكن ده بيكون سيمي اوتوماتيك. ده طبعا زي ما قلنا في الجماو وفي الفكاو وفي النوع التاني من الساو. الساو بقى ايه حكايته؟ الساو من اسم حاجتين اللي والله هو لو لحد تحت الالف امبير بيشتغل، المكنات بتاعته بتبقى كونستانت فولتج. لو عليت عن الالف امبير بيبقى ايه، كونستانت كارنت دروبنج فولتج. خلاص كده. يبقى كده اذا توتال الانواع الكهربيه في الماكينات بتاع الهم متقسمه حاجتين، كونستانت كارنت دروبنج فولتج دي سماو وجتاو، والساو الاعلى من الالف امبير. تمام. الكونستانت فولتج الجماو والفكاو، والساو اللي هي تحت الالف امبير. تمام كده. كده بقى خلصنا عائلة الأرك، وندخل على بعد كده على ايه اللي هي طريقة البلازما. البلازما أرك ويلدنج أو بيسموها الباو، هنتكلم في السلايدز اللي جاية هما ليه بعض الناس ما بيعتبرهاش تبع عائلة الأرك. نركز مع بعض في الفيجر ده نشوف الاختلاف ما بينه وما بين الجتاو. ليه أنا قلت الجتاو؟ عشان الطريقه دي مشابهه او البروسيس دي مشابهه لحد كبير للجتاو بروسيس. التشابه في ايه؟ في حاجه واحده بس، ان الالكترود اللي عندي اللي انا بستخدمه اللي هو ده بيكون نون كونسيومبل الكترود، اللي هو بيكون غالبا من التنجستي. تمام. طبعا ده كان في الجتاو لو احنا فاكرين. ده اول تشابه. ايه بقى الاختلاف؟ في والله عندي اتنين اختلاف. اول اختلاف ان الغاز اللي انا بستخدمه هنا غاز معين، مش غاز انا عملت له ايونيزيشن، مش غاز زي اللي انا استخدمته في التنجس. تمام. ده اول حاجة ايه عندي من الفروقات اللي ما بينه وما بين الجتاو. تمام. تاني فرق عندي اللي هو ايه، اللي هو ان انا الرد او فيلر ميتال اللي انا بضخه من هنا بيكون مش مانيوال زي الجتاو، بيكون ان انا ايه معمول ميكانيز. اوكي. تمام. يبقى كده نركز تاني في الشكل. ادي الغاز اللي هو المتقيم بينزل عندي هنا. تمام. ابتدي ان هو ايه يعمل ارك ويلحمان. طيب انا لسه موضوع الارك ده برضو مأجله، هتكلم عنه في السلايد اللي جاي واقول ليه هما مش في بعض الاحيان مش بيحسبوه تبع عائلة الارك. بس انا عايز اتكلم هنا الاول عن تقييم الغاز. تقييم الغاز بيتم ازاي؟ طبعا احنا عارفين حالات المادة اربعة. تمام. الليكويد والسوليد والجاز. تمام. والبلازما. تمام. انا هنا بجيب غاز. تمام. وبعرضه لجهد مختلف بحيث ان انا اعينه وبعد كده ايه اضخ الغاز هنا. طبعا موضوع التعيين ده بيحصل في الموقع وبيحصل وانا شغال على طول، فده بياخد عندي ايه، بياخد عندي وقت. الوقت ده بيخلي كمية الغاز البلازما اللي هو طالع عندي هنا مش كافية ان هي تعمل، في معظم الاحيان مش كافية ان هي تعمل عندي شيلدنج كويس، فبضطر ان انا ايه اعمل جاز نوزل تانية واحط اضخ غاز غير البلازما. تمام. يعني البلازما كده بتشتغل بايه، بتو شيلدنج ميثودز، البلازما والجاز العادي. خلاص كده واضحة. تمام. دي بقى اللي هي الترانسفيرد والنون ترانسفيرد تكنيكس. هي دي بقى الفيجر او هو ده الشكل اللي مخلي بعض الناس يقولوا ان انا خلاص مش هحسب البلازما ارك ويلدنج او الباو مش تبع عائلة الارك. ليه؟
لان انا عندي تو تكنيكس. خلينا في التكنيك الاولاني ده اللي هو العادي خالص اللي هو ترانسفيرت، ان انا بوصل الورك بيس بالموجب ووصل الالكترود تمام بالسالب، فبيحصل الارك فبيلهم عادي مفيش مشكله، الكلام ده عارفينه. ده طبعا بنشتغل فيه في معظم الماتيريال اللي هي ايه الفيرس ماتيريال. تمام. طيب هنا بقى في النون ترانسفيرت نيجي بقى للسرعه اللي على اليمين، تمام، اللي هو ايه نون ترانسفيرت تكنيك، وده هو وراء السبب الحقيقي ان ناس كتيره ما بتعتبرش الباو تبع ليتل ار. ليه؟ عشان هنا الكهربية بتاعته بتكون متوصلة زي الالكترود، بيكون عندي متوصل بالنيجاتيف، والبوزيتيف مش بيكون متوصل بالبيز ميتال، لا بيكون متوصل بالبادي بتاع التورش نفسه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الارك هنا بيحصل عندي ما بين الالكترود وما بين التورش نفسه، بعيد خالص عن البيز ميتال. فطبعا دي بيستخدموها في الحاجات اللي هي ايه مش نون فيرس، او كمان في البلاستيك، حاجات اللي ممكن الحم بيها او اقطع بيها بلاستيك. طبعا كلنا عارفين ان البلازما بتستخدم ككاتنج وكولدنج بروسيس، مش ولدنج بس، فممكن اقطع بيها بلاستيك او الحم بيها بلاستيك كمان. تمام. نيجي بقى للادفانتج بتاع الميثود دي. اول حاجه عندي ان الارك بتاعها بيكون ايه انتنس ارك، بيكون كثيف جدا. تمام. رقم اتنين ديب بنتريشن، البنتريشن بتاعها بيكون كويس. رقم ثلاثة كلين بروسيس. طبعا احنا عارفين كلين ليه؟ عشان هي ما فيهاش فلوكس، اي طريقة ما بتستخدمش الفلوكس طبعا بتكون طريقة ايه كلين. اخر حاجة اللي هي الليس ديستورشن ويلدنج، وده طبعا لان هي كمية الحرارة اللي بتنتج عنها مش كبيرة جدا، فما بيعملش ديستورشن كبير. بس دي برضو هتلاقيها قدام معانا في العيوب، ان هي ما بتلحمش التخانات العالية. تمام. ناخد بقى الليميتيشنز. اول حاجه عندي بقول لك ان هي الشيلد بتاعها بالجاز بس. تمام. تاني حاجه اللي هي لو تولرانس فور كونتمينيشنز، ودي طبعا اي طريقه ما فيهاش فلاكس زي ما قلنا، طبعا التولرانس بتاع الكونتمينيشنز بتبقى قليله جدا، لان الفلاكس مهما كان ليه عيوب او ضرر، بس هو في الاول وفي الاخر ممكن يلحم في الحتت اللي هي فيها كونتمينيشنز كتير، بحيث ان هو بيتفاعل مع اي كونتمينيشن وبياخدها وبتطلع ميه فوق في السلاك. رقم ثلاثة كومبلكس اكويبمنت سيت اب، هنعمل سيت اب اكويبمنت اعمل لها ادجستمنت بياخد ايه وقت شوية. تمام. رقم اربعة ليميتد سيكنس، طبعا هنا بنقول ان السيكنس اللي هي تقدر اكبر سيكنس تقدر تلحمه البروسيس دي اللي هو 1 بوصة. تمام. طبعا في ناس تقول لي 1 بوصة 2.5 سنتي، دي تخانة كبيرة اوي يعني بالنسبة للدارج للشغل. بص يا ممكن تكون تخانة كبيرة للشغل اللي انت شفته، او بس في حاجات تانية بعوز الحم تخانات عالية جدا، طبعا هنا الباو ما يقدرش ايه ان هو يعملها. خلاص. اخر حاجة عندي ان هو بيحتاج هاي سكيل الاوبريتور. تمام. طيب على فكرة كل الليميتيشنز دي يعني هم كاتبينها عشان يقارنوا بيها ما بين الكتاب، يعني دي طبعا ريليتد خالص بالكتاب. ايه بقى العيوب او الديسكنيوتس اللي انا ممكن تطلع لي من البروسيستي؟ اول حاجه التنجستن كلوجن، ده طبعا طبيعي لان الالكترود مصنوع عندي من التنجستن. انكمبليت فيوجن، عشان قلت لكم ان الحراره اللي بتنتج من الطريقه دي مش كتيره في معظم الاحيان. اخر حاجه عندي ممكن يطلع عندي انكمبليت جوينت بنتريشن. تمام كده احنا ايه خلصنا طريقة الباو او الباو بروسيس. هنبدأ في بروسيس جديدة اللي هي الالكتروسلاج ويلدنج او الاساو. بص كده مع بعض زي ما شايفين كده الشكل اللي قدامنا ده، انا هشرحها لكم كده بشكل مبسط الطريقة دي بتشتغل ازاي. هي بتشتغل في الحاجات اللي هي التخنات الكبيرة جدا او السمكات الكبيرة، وفي بعض الناس بيعتبروها ان هي مش ويلدنج بروسيس، هي اقرب ان هي تكون كاستنج بروسيس. تمام. نبص كده على البارت ده. تمام. البارت اللي في النص ده طبعا دي ارتفاعات عالية جدا، ابتدي ان انا احط كلامبات من هنا ومن الجنب التاني، وابتدي الحم المنطقة اللي هي في النص دي كلها. طبعا دي منطقة كبيرة جدا ومحتاجة كمية من الفيلر متل كبيرة. تمام. فاحنا بنعمل ايه؟ احنا بنجيب اول حاجة هنا في الارضية تحت بحط سلاج. تمام.
سوري بحط فلكس، تمام، بحط كمية فلكس، وبعد كده ابتدي ان انا ايه انزل بالالكترود عليها، فيحصل ارك ما بين الالكترود والفلكس نفسه، تمام. بيعمل ايه؟ بيحصل قفلة. انا خلاص بنزل بالالكترود، بقفل بيه خالص في اللي بحطه، بغمره في قلب الفلكس، فبيفضل يسخن في الفلكس. طبعا ده نتيجة لايه؟ للريزيستنس اللي بتحصل، عشان كده هم سموه الكتروسلاب، تمام. يبتدي ان هو يسخن فيسيح الالكترود نفسه اللي هو الفيلر ميتال ده، يسيح والفلكس يسيح جزء منه تحول لسلاج، والبيز ميتال برضو من الجنبين ينصهروا معايا، يبتدي ان هو يحصل ايه دمج، يفضل كده لحد ما السلاج يبدأ هنا معايا والفلكس يبدأوا يطلعوا، يفضلوا يطلعوا فوق 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 معايا لحد ما يطلعوا فوق خالص هنا كده، يبقى فيه المولتن سلاج اللي انا بشيله، تمام. وده اللي هو ايه المولتن ويلد تحتيه، واللي تحت ده خلاص بقى سولدفايد ويلد ميتال، خلاص اللي هو بقى ايه لحم التو بارتس دول. تخيلنا كده الموضوع ماشي ازاي. بس طبعا الموضوع ده بينتج عنه كمية حرارة عالية جدا، ممكن تعمل ديستورشن، فعشان كده انا بلجأ ان انا بعمل كولينج سيستم، تمام، في الكلمبات دي نفسها، ان انا ايه اعمل ووتر ان ووتر اوت عشان ابرد الموضوع. طبعا الكولينج سيستم ده قصة، قصة بمعنى الكلمة، ان انت تعمله سيت اب وتشغله، ده طبعا بياخد معاك وقت كبير شوية. ده كده ايه بشكل مختصر موضوع الالكترو سلاج ايه ولدن. بص تاني مع بعض، ده شكل تاني اهو باين الدنيا شوية، تمام. ادي التو بارتس، تمام. انا ببتدي بلحم الحتة اللي في النص دي، عشان كده حتة كبيرة جدا، معظم الناس مسميين البروسيس دي كاست از ا كاست بروسيس، تمام. طبعا انا عندي الواير، طبعا لازم ان يبقى شكل الفيدنج على طول، لان دي كان بيحتاج كمية كبيرة من الفيلامنت، تمام. وزي ما اتكلمنا ده الكولينج سيستم، الوتر ان والوتر اوت. ايه بقى الادفانتجز بتاع الطريقة دي؟ اول حاجة عندي ان هي جوينتس هيفي سيكشنز، زي ما اتكلمنا ان هي بتعمل سيكشنز كبيرة جدا، تقدر ان هي ايه تجمعهم مع بعض. رقم اتنين الديبوزيشن ريت بتاعها عالي جدا. تلاتة اللي هي سنجل اور مالتبلاي الكترودز، يعني انا ممكن هنا كده استخدم تو الكترودز مش واحد بس، تمام. رقم اربعة اللي هي مينيمم جوينت بريبريشن، انا مش الجوينت نفسها، انا مش بتكلم على البروسيس، البروسيس طبعا كلها بتاخد وقت كبير، السيستم عالي زي ما احنا شايفين، لكن الجوينت نفسها مش محتاجة ان انا اعمل لها بريبريشن ولا اعمل لها جروف، ولا هي على وضعها يعني. اخر حاجة اللو ديستورشن، طبعا ده نتيجة ان انا استخدمت ايه كولينج سيستم. الليميتيشنز بتاعتها بقى ان هي ايه بتلحم فيرتيكال او كاستنج بروسيس، مينفعش استخدمها في حاجة كده. رقم اتنين بتاخد سيت اب للتايم، طبعا اتكلمنا ان هي عشان تعمل الكولينج سيستم وعشان تظبط الموضوع، جيب الكلمبات، ثبت التو بارتس، طبعا بياخد وقت طويل. رقم ثلاثة عندي اللي هو الووتر كول شوز، دي قلنا ايه طبعا من المعوقات بتاع الموضوع. رقم أربعة الفلكس ستورج، ان هي ممكن تخزن عند فلكس، لو ما خدتش بالك كويس ممكن في فلكس ما ينصهرش وينحبس عندي في اللحام، دي طبعا مشكلة كبيرة. اخر حاجة اللي هي ايه فيرتيكال اورينتيشن فلات بوزيشن او الفلات، بس اتكلمنا ان هي ايه زي احنا شايفين كده، عشان خاطر الفلكس انا بحطه في الارضيه، يبقى انا ممكن اعمل فيرتيكال او ايه فلات، بس مينفعش اشتغل ايه باوضاع تانية غير كده، تمام. ايه بقى العيوب او المشاكل اللي ممكن تظهر لي من البروسيس دي؟ ممكن يحصل لي بروستي. رقم اتنين سلاج انكلوجن عشان فيها فلكس طبعا. رقم تلاتة ممكن يحصل لي لارج جرينز عندي عشان خاطر موضوع التبريد. طبعا انا عامل كولينج سيستم، ده ممكن برضو يؤدي في بعض الاحيان ان يحصل تبريد مفاجئ، فده بيعمل لي ايه لارج جرينز. بعد كده عندي رقم أربعة بيحصل عندي شرينجج، عشان خاطر زي ما اتكلمنا ان هيفي سيكشنز، اي حاجة هيفي سيكشنز او الاطوال او الدبس بتاعها عميق، وارد جدا ان يحصل فيها شرينجج. اخر حاجة عندي الكراكس دي بتظهر معايا. طيب كده خلصناها، ندخل على بروسيس تانية سهلة جدا وبرضه في ناس كتير بتستخدمها ولا غنى عنها، اللي هي اسمها الستات ويلدنج، تمام.
الاستاد ويلدنج دي عبارة عن ان انت بتجيب كونكشنز صغيرة بتثبتها بسبورت او بحاجة كبيرة. ثانية كده واحدة، هحاول ارسم لكم شكل مبسط كده. عندي كده ايه بارت، تمام، عايز اجيب فيها كونكشن، عايز ان انا ابتدي ايه الحم فيها كونكشن هنا صغيره زي مثلا مسمار، تمام. فانا ايه بجيب بجيب طبعا هنا في ماكينه ميكانيكال اكويبمنت بحطها بركبها فوق البارت اللي هو الكونكشن الصغيره ده. ابتدي ان انا ايه اعمل فلاش كده، احط اول حاجه هنا سراوندنج كده بحط فلاكس، تمام، احط هنا كميه فلاكس حواليها وابتدي ان انا اعمل فلاش اوصل هنا كهرباء في البيز ميتال اللي هي الاساسيه الجزء الكبير، وفي الكونكشن اللي انا عايز اوصلها اللي هي سي المسمار مثلا اوصل فيها برضه كهرباء الكتريستي، وهنا الكتريستي ابتدي ان هو ايه الحته دي يحصل فيها لحام، تمام. نبص كده مع بعض، تمام. الاستود ويلدنج كومبوننتس، بصوا معايا زي ما قلنا اهو، ادي الماكينه تنزل ان هي تعمل ايه لحام عندي. دي السايكل بتاعتها اللي هي السايكل بتاعت الادجستمنت نفسها، تمام. اول حاجه بركب الكونكشن في الميكانيكال اللي معايا، الميكانيكال اكويبمنت اللي معايا، وبعد كده بنزل بيها. بعد كده بيحصل عندي الفلاش، طبعا انا حاطط سلاج، تمام، يحصل عندي الفلاش بشكل كبير. بعد كده ابتدي ان انا ايه ارفع، خلاص كده خلاص عملت معايا ايه، حتى بص كده غرزت حتى في البيز ميتال، خلاص بقى الاثنين عملوا ولد واتلحموا مع بعض، تمام. دي الاشكال اللي انا ممكن الحمها، الكونكشنز اللي انا ممكن ابقى محتاج الحمها. طبعا حاجات زي دي كتيره محتاج ان انا الحمها، بس طبعا لما بيكون في حاجات زي كده بيكون كميتها كبيره جدا. يعني ممكن يبقى معايا كوبري او كاميرا في كوبري عايز الحم فيها كميه مسامير كبيره جدا عشان اربط مثلا فيها حاجه، طبعا عشان امسك كل كونكشن صغيره زي دي وابتدي ان انا الحمها لوحديها ده بياخد طبعا وقت كبير جدا مني. فهنا جاست ان انت خلاص ظبطت الموضوع، تبتدي ان هي الاكويبمنت اللي معاك بتحط فيها كميه كبيره من الكونكشنز اللي معاك دي، وهي اوتوماتيك بتسحب منهم وبتبتدي ان انت ايه على طول كده ايه تلحم بيها، تمام. ايه بقى مميزاتها؟ ان هي سيمبل، بسيطه جدا، ما فيهاش اي تكنيك، يعني مش محتاجه ويلدر او محتاجه اوبريتور اصلا. انت ممكن تجيب اي حد اللي هو الهيلبر العادي توقفه بس جنبك تقول له جاست ظبط كده واشتغل كده خلاص، هتلاقيه بيعمل كونكشن زي الفل، مش محتاجه ايه هاي سكيل خالص. تاني حاجه ان هي فاست، طريقه سريعه جدا، تقدر تعمل منها كميات متكرره رقم 3، ان انا اقدر الحم بيها حاجات كتيره. رقم 4 نتكلم ان هي ايه الاوتوماتيك ستاد فيدنج، دي اللي كنت بتكلم عنها، ان انت خلاص بتحط الكونكشنز الصغيره ده عندك وهي بتعمل اوتوماتيك ايه للفيدنج. دي طبعا ممكن تكون موجودة في الاكويبمنت وممكن ما تكونش موجودة على حسب نوع الميكانيكال اكويبمنت اللي معاه سيادتك. اخر حاجة عندي الليميتيشنز بتاعت البروسيس دي، قال لك ان هي عايزة كلين سيرفس، عايزة سطح يكون كويس عشان الفلاش اللي بيحصل ده ما بين الستات داي نفسها وما بين البارت الكبيرة يحصل، تمام. طبعا رقم 2 بيتكلم انه بعض الاكويبمنتس اللي فيها بيكون فيها عيوب او مشاكل. ايه بقى العيوب اللي ممكن تظهر او المشاكل اللي ممكن تظهر لي؟ ان يحصل لاك اوف فلاش، لو حصل طبعا لاك اوف فلاش طبعا الاستضافه مش هتتلحم مع الكونكشن مع البارت الكبير، ممكن يحصل عندي incomplete fusion، تمام. كده احنا خلصنا كل طرق او اشهر طرق اللحام اللي احنا محتاجينها كانجينير عايز داخل مجال الانسبكشن جديد، تمام. زي ما اتكلمت في الاول خالص ان احنا بعد ما نخلص الويلدنج بروسيسز، تمام، هنبدأ ان احنا ناخد اشهر برضو الكاتنج بروسيس، لان انت مهم جدا ان ساعات بيظهر عندك جوينت انت لحمتها، تمام، حصل فيها مشكلة وعايز تقطعها،
او حتى بارت انت عايز تقسمها نصين عشان تعمل لها بريبريشن، ايا يكن انت الكاتنج بروسيس لا غنى عنها، ولازم ان انت ايه تستخدمها. فلازم ناخد عنها ايه بريفي كده، تمام؟ نكمل مع بعض الكاتنج بروسيسز، تمام؟ هم اشهرهم الاربع بروسيس دول، اللي هو الاكس فويل كاتنج، ده بيسموه اللي هو الاو اف سي، ده طبعا اكثرهم استخداما، ليه مميزات كتيرة طبعا نتكلم عنه. تاني حاجة الاير كاربون ارك كاتنج، اللي هو سي اي سي داش ايه، بيسموه الكاك ايه، ثانية كده اكتبها لكم، ده الصور بتاعه او اف سي، هنا سي اي سي او كاك داش ايه، تمام؟ او البلازما ارك كاتنج، ودي زي البلازما ويلدنج كده مع اختلاف بسيط جدا، تمام؟ او في الاخر الميكانيكال كاتنج ميثودز، تمام؟ نبدأ كده، ده شكل الاوبريتور هو شغال بالاكس فويل كاتنج، تمام؟ شايفين هنا طبعا عندي التو سلندر الاكسجين، تمام، والاستلين، الاتنين بيندمجوا مع بعض، وبيبتدي يكون في الكومبريست اير اللي طالع منهم، او البريشر بيبتدي ان هو اي حته بتتقطع عندي بيبتدي ان هو ايه يطردها بعيد ويكمل يقطع اللي تحتها. عندنا طبعا هنا الكيبلز او الكونكشنز، اول حاجه الكاتنج اوكسجين، ده اللي بي ده هو اللي بيسبب الكاتنج، تمام. بعد كده اللي هو البريهيتنج اوكسجين، دي اللي بتسخن الاكسجين، واخر حاجه عندي الاستيلين، وبيحصل طبعا الدمج ما بينهم بيحصل هنا، تمام، وبيقطع بالشكل اللي احنا شايفينه. اجيب لكم شكل تاني مهم جدا، اللي هو ده بيبين لي شكل القطع بصوره اوضح، تمام. بمشي كده من هنا وبمشي كده بيقطع. المسافه او الجاب ما بين التو بارتس اللي انا قطعتهم دي بيسموها الكيرف، تمام. القوس نفسه بتاع القطع ده بيسموه دراج. المعلومتين دول مهمين جدا، تمام، خلي بالنا منهم. ايه هي الجاز اللي بتستخدم في الاكسفويل؟ الاستيلين، الميثان، البروبان، الام بي اس. ده شكل الجن نفسها او التورش، تمام. في طبعا واحده بتكون ماشين، وفي واحده بتكون مانوال، وفي واحده بتكون ايه يعني كومبينيشن بين الاتنين، تمام. ممكن نستخدمها كمان ان احنا نعمل بيها اتاتشمنت. ده شكل القط نفسه. ايه بقى هي مميزاتها؟ ان هي سيمبل اكويبمنت، بسيطه جدا، ما فيهاش اي مشكله، بس طبعا كان في شويه ريجولوشنز عليها بالنسبه للموضوع السيفتي. كان بيحصل زمان ان بيحصل راجع للفلاش، فكان بيحصل عندي انفجارات في السلندر بتاعت الاكسجين، بس هم دلوقتي عملوا عليها يعني موديفيكيشن، والموضوع ده انتهى تمام. تاني حاجة ان هي بورتابل، تقدر تنقلها بكل سهولة، تمام. تالت حاجة ان هي تقدر تقطع تخانات، سواء كانت تخانات قليلة او كبيرة. بعدين ان هي الاكيورسي بتاعتها كويسة، بس هي مش اكتر حاجة. اكتر حاجة بتطلع الاكيورسي كويسة هي البلازما. اخر حاجة عندي ان انا ممكن اعملها مانيوال، او اعمل سيت اب واخليها ميكانايزد، تمام. هجيب لكم بقى البروسيس التانية من كتاب السي دبليو اي، تمام. اللي هنتكلم عنها تاني حاجة اللي هي ايه ثانية واحدة، هنتكلم عنها اللي هي ايه الاير كاربون ارك كاتنج، تمام. هشرحها لكم كده سريعا، الموضوع بسيط جدا. هي تشبه الى حد كبير عمليه السماو، شايفين حتى الماكينه بتاعتها نفس الماكينه بتاع السماو. طب فين بقى الاختلاف؟ الاختلاف ان انا الالكترود نفسه ده، تمام، بيكون مختلف، ان انا بجيبه الكترود من الكربون وبطليه من بره بالكبر بالنحاس، تمام. ابتدي ان انا اوصله بالبنسة واعلي عندي الكرنت، اخلي الكرنت عالي جدا،
وطبعا نتيجة الحرارة دي بيعمل ان هو بيعمل كاتنج في ايه، في البيز ميتال او في الماتيريال اللي انا بقطعها. طيب اضطر طبعا ان انا استخدم معايا كومبريست اير بركبه جنب التورش عشان اي حتة ميتال تتقطع عندي ان هي بتبتدي ان هي ايه تقع ويقطع اللي تحتها على طول. تمام، ده طبعا موضوع بسيط جدا، ودي الصورة ايه موضحة القصة دي. تمام، بعد كده البلازما ارك ويلدنج، سوري البلازما تمام كاتنج، اجيب لكم صورة ليها اللي هي الصورة دي. تمام، هي نفس البلازما ارك ويلدنج برضو، باختلاف ان هي بستخدم حرارة اعلى شوية، وكمان بستخدم كومبريست اير بحيث ان هي ايه تقطع لي تحوش لي الاجزاء المقطوعة. طبعا زي ما قلت لكم ان البلازما من اكتر الطرق اللي بتدي فينيشنج وشيب كويس جدا للتو بارتس اللي انفصلوا عن بعض. تمام، اخر حاجة عندي الميكانيكال ميثودز اللي هي زي الجرايندر اللي هي الصاروخ اللي احنا بنشوفه في الموقع وكده، ابتدي ان انا بعمل بيها ايه قط بشكل مباشر. تمام، بواسطة الاوبريتور اللي معايا. كده بقى احنا خلصنا ايه، خلصنا الجزء بتاع الويلدنج تكنولوجي والويلدنج بروسيس كله، كمان خلصنا الموضوع اللي هو بتاع الكاتنج بروسيس. تمام، طيب نكتفي كده المحاضرة دي، إن شاء الله المحاضرة الجاية نتكلم زي ما وعدتكم عن، تبقى محاضرة بسيطة صغيرة مش كبيرة، نتكلم عن الويلدنج ديفكتس بشكل از توتال، واحنا نقدر ان احنا نتلاشاها ازاي. تمام، ممكن كمان نتكلم، عشان بس بعض الناس مش عارفة مصطلحات كده في اللحامات او في الجوينتس نفسها، ممكن نتكلم عن الجوينت جيومتري. تمام، اللي هو شكل الجوينت نفسها اللي انا بلحمها، بجيب تو بارتس وبلحمهم بخليهم وان بارت، شكل الكونفيجريشن بتاعها نفسه ممكن نتكلم عنه شوية كمان، وممكن نتكلم عن السيمبلز او عن البوزيشنز بتاع اللحام، عشان ابقى قفلت موضوع الويلدنج خالص. تمام، ان شاء الله بعد المحاضرة دي زي ما اتفقنا نبتدي بقى ندخل على النون ديستراكتيف تيست. تمام، شوفوا، الشكوى بخير، في رعاية الله.